شكرا لرئيس المجلس المحلي على هذه الكلمة القيمة. من أي ورد في كلامي سأبدأ وبأي عطر عاصف لا يهدأ؟ بعض الكلام قلائد مصقورة، البعض منها فضة لا تصدر. من أي ورد في الكلام سأبدأ وبأي عطر عاصف لا يهدأ؟ بعض الكلام قلائد مصقورة، البعض منها فضة لا تصدأ، والبعض قنديل ويبهت ضوءه في عتمة الطرقات ظهرا يطفأ. ما بي أحدق في السماء فلا أرى نجما يحلق بالكلام يلألئ. قرأت خيوط الشمس عتم قصائدي وتساءلت، هل بنجوم تقرأ؟ يا صحبتي هذا المساء مكلل من غاره جرء الفؤاد سيبرأ. من أي حرف في الزهور سأبدأ؟ عطر الكلام سوابع لا تهدأ. أبدا هي الكلمات حيرة تصدأ، تغفو على زنج الزمان وتضرع، تبدو كغمض السيف في إشهاره لتعود تلهو في الفضا تتلألأ. تتثاقل الأشعار في طياتها تملى بوزر الحب لا لا تهدأ. تنساب خلف خيوطها أحلامنا حبل بنار الشوق لا تتلكأ. فإذا بنيت بنائبات خاطبت فيك الحياة أما تعود وتبدأ. ما أتعس الكلمات في أوطاننا تغفو على صدر الضمير وتصدأ. رقصت على وتر الكلام خواطري، عذب الكلام جواهر لا تطفأ. أسميت هذه القصيدة همسات بين العطر والورد، وهي قصيدتان. أبياتها السبعة الأولى عطر الكلام اشترحتها بنشوة عالية ترحيبا بأعضاء جمعية تلموذ الذين كانوا في ضيافتي، وقد كان بين الحضور أخي وصديقي فرحان الذي جادت فريحته لاحقا على ما يبدو بسبعة أبيات جميلة كلمات حيرة متأثرا بالقصيدة كما قال لي. فكأن القصيدتين همسات بين العطر والورد، قصيدة وروح واحدة وضوء يؤطر ويحافظ على صداقتنا التي امتدت إلى سنوات كثيرة. وقد أزعج صدري كثيرا أن تكون سباعية صديقي الشعرية فرحات قصيدة كلمات حيرة ضمن قصائد مجموعته الجديدة أن نشرب الصلاة، وشعرت أن لي حصة وجدانية في هذه المجموعة، وأن جزءا من روحي تتجول بل تسكن بين جناحنا هذه القصائد. أن نشرب الصلاة، المجموعة الشعرية الصادرة حديثا عن منشورات شمس في مصر، تحمل الكثير من الأفكار والصور الشعرية الجميلة الناضجة والمعبرة، والتي لم تقطف من حدائق شعرية أخرى شأن الكثير من عابري السبيل الشعري. أتسلق جدران القصيدة على وهج الحروف يضيء لي عظم الطريق، أسألها أن تجمع لي شتات أفكاري، أن تحملني إلى حيث يكمن طائر الرعب في خطوط البداية والنهاية. قراءة جادة إيحائية ورمزية للمجموعة تحلق بك عاليا وتجعلك تصفق وتردد. إن حال الشعر وخاصة العربي ما زال بخير رغم كل ما يشاع عن موت الشعر أو انحصار عصره أمام الفنون الأخرى. باقة من الأفكار والهواجس عن حال الشعر والشعراء تجمعت في خاطري وتساءلت، هل أجش الشعر فبكى الشعراء؟ هل أجش الشعراء فبكى الشعر؟ أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟ الشعر هو ديوان العرب كما كان يقول القدماء، والكاتب رجاء النقاش يقول في كتابه أدباء ومواقف إن هناك أزمة في نقد الشعر
ذلك لأن الشعر نفسه لم يعد له الانتشار الواسع الذي كان يتمتع به في الماضي، ولم يعد الشعر مادة سهلة الفهم مرتبطة بالحوادث الجارية ارتباطا مباشرا. هذا المقال وإن كتب في سنوات الستين فقد تنبأ حسب رأيي عن الحالة الكئيبة التي هبط إليها الشعر، والمواقع الأثيرية والملاحق الأدبية الورقية التجارية وتجوهر المصلحة الشخصية وانحصار المصداقية والحرية الفكرية قد ساعدت الكثير في تدحرج الشعر نقيض قول أبي النواس الشهير. أيتها القصيدة، طبعا مش أبو النواس، العابرة مواطن ضعفي، كوني لي حبرا نظيفا أشربه كل صباح، جرعة ود وخصام أغسل به ضمير الأقلام التي طرأت هزلت شلت خانتها ذاكرة الأيام. أتفاءل عندما أقرأ هذه الكلمات صورة شعرية ظريفة الإيحاء تنظم حبات سنبلة القصيدة التي عبثت بها أيدي الكثير من الذين لا يعرفون كيف يداعبون هذه السنبلة ويروونها من ماء ودم روحهم لتنمو وتكبر وتصبح القمح الروحاني الذي تتغذى به النفوس الجائعة والطواقة إلى سنابل القصيدة الشهية. أعتقد أن الشعر كنوع من الفنون الإبداعية لم يكن ولن يكون مرآة تعكس وتصور الواقع كما هو، فإما أن نكسر المرآة وإما أن نكسر الواقع حتى نرتقي إلى نص مغاير وإبداع جميل عن طريق توظيف اللغة الذهبية التي تملك الوهج والقوة في عكس الواقع مكسورة في مرآة سليمة، أو بالعكس نحترف مرآة مكسورة في رسم الواقع إذا جاز التعبير. أيتها القصيدة لا تنامي بين يدي، أخاف على نفسي هبوب الريح، كوني معي كوني معي. نطمئن إذا كانت القصيدة ملتحمة معك وبين يديك أخي وصديقي فرحان، ولا نخاف من هبوب الأعاصير والرياح. نبارك لك هذه المجموعة القيمة ونتمنى أن نقرأك في مجموعات أخرى جميلة. Thank you.